عليكم ورحمة الله، أهلا بكم البنات في وصفة جديدة فوق قناتي، قناة خديجة صنع. اليوم نقدم لكم وصفة من الوصفات الرائعة والمجربة والناجحة لزيادة الوزن وزيادة المناطق الأنثوية. هذه ما كتزيدش الوزن فقط، كتزيد المناطق الأنثوية، كنأكد عليها الأرداف والصدر والخدود. وصفة ناجحة وسهلة سهلة سهلة، بجوج مكونات فقط، متوفرة في كل بيت كيف كتشوفوا معايا. غادي ندخلوا الموضوع وغادي ندخلوا الوصفه بسرعه جدا باش ما تملوش معايا. بالنسبه للبنات اللي باقي ما اشتركوش في القناه، كنقول لكم اشتركوا ولايك وخليوا لي تعليقات، اي سؤال في بلاصه ديال التعليقات وانا كنجاوب على جميع البنات. وبالنسبه للبنات القدام كنقول لهم مرحبا وارحب مرحبا. نمر الطريقه ديال التحضير ديال الوصفه وغادي نحتاجوا فيها كيف كتشوفوا معايا. عندي هنايا جوج معالق ديال الحلبة البلدية او الرومية اللي متوفر عندكم. وهاد الوصفة يا البنات سهلة 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 جدا، وغتعطيكم واحد النتيجة. لها الحلبة معروفة بالفوائد ديالها، وكتعرف بان معروفة انها كتزيد في بعض المناطق يعني موضعيا، وكتزيد في الوزن اكلا كلها، يعني الا كليتيها كتزيد تفتح الشهية وكتزيد الوزن ديالك كلك. ولكن الا حطيتيها في بعض المواضيع وخصوصا مع الدلك راها كتعطي واحد نتيجة فورية، يعني رجع نقول لك تقدر من 3 أيام إلى داومتي عليها غادي تلاحظ الفرق. وعندي هنايا معلقة ديال النشا، نشا الذرة أو الميزينة. وعندي هنا كاس ديال الماء. طريقة ديال التحضير البنات، كناخدو واحد الإناء، تبعوا معايا هاد الطريقة راها جديدة وأول مرة غادي تشوفوها على القناة اليوتيوب. غادي نضيف نحطوه في واحد الإناء اللي غادي نديرو فوق النار، غادي نضيفو عليه كاس ديال الماء وغادي نديروه فوق النار تتطبخ هاد الحلبه وتطلق الحلبه. راها كتطلق واحد الرغه، كتطلق واحد الماده لجيزه وكيولي اللون ديال الماء اصفر. غادي نطبخهم مزيان وعاد نكملوا الطريقه ديال تحضير الوصفه. تبعوا معايا الفيديو حتى للاخير باش تعرفوا كيفاش نوضعوها والمده ديال الاستعمال ديالها. كيف كتشوفوا معايا البنات، من بعد ما طبخات هذيك الحلبه ولات بحال هكا، يوم نقص هذاك الماء، يعني حتى داك الماء نقص بزاف وطبخات لمده نصف ساعه، غادي نصفي هذاك الماء لاني بحتاجة فقط الماء. هي الحلبة هنا، الحلبة من طبيعة الحال تقدروا تاكلوها، يعني ما ترميوهاش، راها تكال راها زوينة بزاف. من بعد ما صفيت هذاك الماء ديال الحلبة، حنا كيف قلت لكم غرض ديالنا هو ديال الماء ديال الحلبة، غادي ناخذوا هذاك هذاك الكاسرون اللي على نار، اللي غادي نردو عاوتاني على النار، غادي نضيفوا عليه ديك معلقه ديال المايزينا وغادي نذوبها شويه بشويه بالماء ديال الحلبه. بطبيعه الحال ما غاديش نديروها فوق النار دابايا، تنذوبوا المايزينا جيدا، غادي ندير واحد المعلقه تيذوب لينا المايزينا جيدا بحال هكا كي كتشوفوا معايا. وعذرا على الصوت، عاد كنضيفوا هذيك الحلبه كامله، داك الماء ديال الحلبه، وغادي نديروه فوق النار عاوتاني حتى يولي عندنا كريم، تيولي عندنا كريم متجانس. ما غاديش نتوقفوا على التحراك، غادي ندورو النار هادئه ونحركوه تنحصلوا على كريم. انا غنحط هادشي فوق النار تنحصل على هذاك الكريم ونرجعوا نكملوا من بعد. كيف كتشوفوا معايا درتو فوق نار هادئه وها هو كيرجع كريم عاقد. انا نخليه مازال واحد 5 دقائق يعقد مازال اكثر من هكا ويبرد واحد شويه ونرجع نكملوا الفيديو. بعد ما طبخ هذاك الخليط ديال النشا والماء ديال الحلبه حصلنا على هذه الكريمه هذه رائعه ومتجانسه. كيف معروف على الحلبه انها كتزيد في المناطق الانثويه موضعيا، وبالنسبه للنشا فهو تيبيض وكيشد البشره، يعني في اي منطقه درتيه لا للفخذين ولا للوجه ومبيض رائع. كيف كتشوفوا معايا كنحصلوا هذه الكريمه هذه وطريقه الاستعمال ديالها، كانها كدار مع الدلك في المنطقه اللي بغيتي تزيد الحجم ديالها مع الدلك لمده 10 دقائق وتركه 10 دقائق اخرى. كيف كتشوفوا معايا تحتفظوا به بهذه الطريقه هذه في الثلاجه لمده اسبوعين. كريمه رائعه احسن من الكريمات اللي كيتشريو.
والمداومة مع البنات على هاد الوصفة هادي، غادي تلاحظوا الفرق من الأسبوع الأول. نتمنى أن الفيديو ديال اليوم ينال الإعجاب ديالكم. البنات الجداد كنقول لهم اشتركوا في القناة، والبنات القدام كنقول لهم لايك، وأي سؤال خليوا لي في التعليقات وغادي نجاوب عليكم بإذن الله. وشكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.